السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة عنابة لنعرفكم عن هذه الإقامة الضخمة اللي موجودة في عنابة، واللي بالمناسبة يعني نعلمكم أن هناك حركة تطويرية عمرانية في ميدان، يعني التطوير العمراني رهيبة راهي قاعدة تحدث في عنابة، وهذا أمر جيد جدا. لكن لم تصلنا يعني معلومات كثيرة عن يعني الكمية الهائلة لهذه المشاريع في هذا الميدان تاع التطوير العمراني، لكن معليش نحن نحاول نبحث، وكذلك سوف نستغل أي فرصة للذهاب إلى ولاية عنابة والوقوف يعني عن كاتب عن هذا التطوير العمراني اللي تشهده خاصة مدينة عنابة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.